الثامنة بتوقيت العربي الموحد، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، البداية مع العناوين. الجمعية الوطنية تواصل مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019. انطلاق أعمال ورشة الاستراتيجية الوطنية للكشف وعلاج الأشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسب. مبادرة منتخب أوطري وشهاء ولاية العصابة للمأمورية الثالثة تنظم مهرجانا حاشدا بقصر المؤتمرات وتدعو إلى التمسك برئيس الجمهورية مرشحا لرئاسيات 2019. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. تتواصل في هذه اللحظات بالجمعية الوطنية أعمال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 تحت رئاسة النائب الأول لرئيسها السيد بيدل الهميد. ويبلغ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 زيادة من 54 مليار أوقية جديدة. يمثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الاقتصاد والمالية السيد مختار اللجاي، حيث يرد على مداخلات السادة النواب ومختلف الأسئلة والاستشكالات بهذا الخصوص. تتواصل الأشغال حاليا في مدينة واديبو بمشروع تحلية مياه البحر الذي تنفذه الهندسة العسكرية بتمويل ذات من موارد الدولة، ويرمي المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمدينة ب 15,000 متر مكعب يوميا، مما يسهم في سد النقص الملاحظ من المياه. في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية لحقل بونانوار الذي يزود مدينة واديبو المياه الصالحة للشرب، يجري العمل حاليا في مشروع تحلية مياه البحر. ويده المشروع إلى تعزيز وتأمين نظام المدينة التي عرفت زيادة مضطردة ضمن رؤية ترمي إلى إنشاء البنى التحتية العصرية الداعمة للنمو بعد تحولها إلى منطقة حرة. برمجت حل سريع لإشكالية تزويد بالماء الشروب من خلال محطة لتحلية مياه البحر، تعتبر من ناحية مشروع نوعي لأنها أول مرة يلجأ فيه إلى تخفيف الضغط عن بحيرة بولنوار اللي هي اللي تسقي الدشرة منه له فترة، ومن ناحية أخرى هي سريعة أيضا التنفيذ هذا المشروع لا يسمح بتزويد المالبو بكمية تزيد على 15,000 متر مكعب من الماء يوميا، ودخل وفي مراحله النهائية. الحصة الأولى من هذا المشروع ستبدأ خلال الأسابيع والأشهر المقبل. ويضم المشروع الذي تنفذه الهندسة العسكرية منذ نهاية 2017 عدة مكونات تستهدف تجهيز وربط واستخدام 9 أبار ارتوازية، فضلا عن بناء محطتين إحداهما للضخ والثانية للمعالجة عبر ربطها لاحقا بالشبكة الرئيسية داخل المدينة. أنا هنا في محل مشروع تحلية مياه البحر لتزويد وتقوية مدينة واديبو للمياه الصالحة للشرب. وهذا المشروع يتكون بثلاثة خطوط، كل خط يزود يوميا 5,000 مئة مكعب، وإجمال هذه الخطوط لا مرقونة 15,000 مكعب لزيادة تزويد مدينة واديبو. والخط يتكون من خزان سعته 200 مئة مكعب الذي يستقبل مياه الآبار، يتم معالجة المياه يمرق في خزان 500 مئة مكعب، ومن هذا الخزان وفيه بومباج اللي يلحق نشرة نوادبو بأنابيب اللي يشرف فيهم الهندسة العسكرية بور نشرة نوادبو. ومن شأن مشروع تحلية مياه البحر الذي تبلغ طاقته 15,000 متر مكعب يوميا أن يسد النقص الملاحظ من عصب الحياة بعد أن ظلت المدينة تعتمد على بحيرة بونانوار في شبكة يزيد طولها على 74 كيلومتر.
بدأت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للكشف وعلاج الأشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدا. تهدف هذه الورشة إلى تمكين المصابين بالفيروس من الفحص والعلاج المبكر لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من مخاطر هذا الداء الفتاك. سبيلا إلى تقليص حالات الإصابة بفيروس السيدا والوقاية منه وخفض نسبة الوفيات الناجمة عنه، تأتي هذه الانطلاقة الرسمية لاستراتيجية كشف وعلاج المصابين بفيروس السيدا التي يتبناها قطاع الصحة بالتعاون مع شركائه الفنيين والماليين، إسهاما في تخفيف معاناة المصابين به والحد من انتشاره في المجتمع وتعزيزا للمنظومة الصحية الوطنية. لقد تم اعتماد هذه الاستراتيجية من أجل تحسين الوقاية من الإصابة بفيروس السيدا وإسعاد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس وخفض مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في خفض الوفيات المرتبطة بالمرض وتحسين الناتج الدخل العام. كما ورد آنفا فإن البلوغ الأهداف الثلاثة لمقاربة 90 يمر حتما بالكشف والعلاج المبكر وإبقاء الأشخاص حامل الفيروس داخل وحدات العلاج على مستوى ولاياتكم كل على حدة، كما تنسجم هذه الأهداف مع الخطة الوطنية الثانية لتطوير الصحة لفترة 2012-2020. ممثل برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا في موريتانيا أشاد في كلمته بالجهود التي تقوم بها بلادنا في مجال مكافحة السيدا. إن إشرافكم على انطلاق هذه الاستراتيجية وإصداركم لتعميم بمباشرة العلاج بعد الكشف مباشرة وتوفير المستلزمات والأدوية مجانا لجميع المصابين بالسيدا لخطوات من بين أخرى نشود بها، ونجدد لكم التزامنا الدائم بالوقوف إلى جانبكم من أجل أن تكون موريتانيا من أوائل الدول التي تقضي على هذا المرض في حدود سنة 2030. أما منسق البرنامج الوطني لمكافحة السيدا الدكتور عبد الرحمن والمحمد بايا فقد قدم عرضا مفصلا عن هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى التشخيص والفحص عن فيروس السيدا وضرورة تقديم العلاج المباشر له بعد الفحص وتمكين الأشخاص المصابين به من العلاج المبكر، وذلك لتعزيز الوقاية من انتشاره وعدم السماح لانتقال المرض من جديد للمصاب بعد علاجه. كما تابع المشاركون من المديرين الجهويين للصحة ومديري المستشفيات والأطباء المعالجين في مراكز علاج السيدا عروضا حول محاور الاستراتيجية وفوائدها، إضافة إلى التحسيس بعدد الأشخاص المصابين بهذا الفيروس في الولايات الداخلية وفحصهم في أماكنهم. نشرتنا متواصلة في ملفها تتابعون. محاربة السيدا الجهود والنتائج. إلى ولاية جي دماقة حيث احتضنت مدينة سيري بابي مؤخرا انطلاق المشروع التجريبي القائم على مكافأة المؤسسات الصحية بناء على مؤشرات الخدمات المقدمة، ويستهدف هذا المشروع في المرحلة الأولى ولاية جي دماقة والحوض الغربي. يعتبر المشروع التجريبي لتمويل القائم على تحقيق النتائج آلية جديدة لإصلاح وتعزيز النظام الصحي، سيتم تطبيقها في مرحلة تجريبية بولايتي جي دماغة والحوض الغربي قبل تعميمها على المستوى الوطني. وتتمثل الأهداف العامة لهذه التجربة في تطوير أداء المنظومة الصحية بهدف الوصول إلى نسبة تغطية صحية معتبرة. هناك مقاربة طبعا تنموية تستهدف أساساً إلى الرفع من أداء المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات. هذين الهدفين تم وضعهم في إطار شراكة بين وزارة الصحة وشركائها، يتمثل لن فيه أهداف عامة وأهداف خاصة. الأهداف العامة هي طبعا تحسين أداء المنشآت الصحية وتحسين نوعية الخدمات الصحية. الأهداف العملية هي عبارة عن إعطاء فرصة للقيام بأكبر عدد من الخدمة على مستوى كل منشأة. وقد تم اختيار ولايتي جي دماغة والحوض الغربي للاستفادة من هذا المشروع على أسس واضحة مبنية على الأولويات. المشروع لا يعود مشروع تجريبي ولايتين، تم اختيارهم على أساس المؤشرات
البقر وكذلك الهشاشة وتأخر من ناحية النتائج الصحية. وتقدم المكافآت المدفوعة للمنشآت الصحية ضمن هذا المشروع بناء على كمية ونوعية الخدمات المقدمة. خصوصية هذا المشروع هو أنه يشري النتيجة، وبالتالي يعود هناك عقد مبروم مع الوزارة مع أي هيئة طبية كاملة على نتائج معينة، وذوك التشجيعات اللي يجوا حسب النتائج اللي يتحصل، وبالتالي اللي يحفز ذاك المنظومة الصحية بأنها أدائها وأكبر باش كبر أدائها باش كثر التمويل. وبالتالي خصوصيته هو أنها تمويل يشري النتيجة. ومن بين أهداف هذا التوجه الصحي للتمويل القائم على تحقيق نتائج تحسين حكامة النظام الصحي من خلال العقود المبرمة مع الجهات الرقابية التي تحث على حسن الأداء. وزارة الصحة قبلت كافة الاحتياطات، وضعت منشآت على المستوى الجهوي على المستوى المقاطعي للتحقق من أداء المنشآت الصحية قبل دفع للتشجيعات اللي يتنعطى. وسيخلق المشروع جوا جديدا من التنافس بين الفاعلين في المجال الصحي في المناطق المستفيدة بهدف إحراز مؤشر إيجابي يخولهم الحصول على التشجيعات الممنوحة في هذا الإطار. وفي المجال السياسي، نظمت مبادرة منتخبي وأطري ووشهاء العصابة للمأمورية الثالثة مهرجانا حاشدا بقصر المؤتمرات، ثمن خلاله المتدخلون المكاسب الكبرى التي تحققت خلال العشرية الأخيرة. وتوجهت التظاهرة ببيان دعا إلى التمسك برئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز مرشحا للاستحقاق الرئاسي المسمع سنة 2019 ضمانا للأمن والاستقرار ومواصلة لمسيرة التنمية والبناء. أبرز المتدخلون الذين تعاقبوا على منبر الخطابة شمولية الإنجازات التي عرفتها البلاد وانعكاسها الإيجابي الواضح على الحياة اليومية للسكان. تم التأكيد في هذا المنحى على ضرورة مواصلة المسيرة خدمة للمصلحة العامة. الآن مشاهدينا الكرام، مرحب بزميلتي فاطمة متحمد حمود التي سترافقكم في وقفتنا الاقتصادية لهذا المساء. مساء الخير فاطمة. مساء الخير زميلي وديتي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. تواجه المحاصيل الزراعية في أفغانستان تراجعا خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب نقص المياه الناجم عن موجة جفاف تضرب البلاد منذ سنة. وفي كثير من الأماكن بما فيها العاصمة كابول، يضطر السكان المحليون إلى حمل حاويات للحصول على المياه من مراكز توزيع المياه لعدة مرات كل يوم. ومع ذلك ما زال من غير الممكن ضمان الحصول على الكمية الأساسية لمياه الشرب أحرى المياه المستخدمة في مجال الري بحسب الخبراء. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق من 2.25% إلى 2.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري. وقال الاحتياطي الأمريكي في بيان له إن البيانات منذ شهر نوفمبر أظهرت أن النشاطات الاقتصادية توسعت على استقرار، وأن سوق التنظيف ما تزال تحتفظ بسخم، وأن التضخم يلتف حول هدف الاحتياطي الفيدرالي 2%. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية الموجز الاقتصادي، شكرا لحسن المتابعة. باقي الأخبار مع محمد بعد فاصل قصير.
شكرا زميلتي فاطمة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من جديد، دوليا افادت اخر الاحصائيات الرسميه الاندونيسيه ان حصيله ضحايا موجه المد البحري التسونامي الاخيره وصلت الى نحو 500 قتيل ومفقود ونحو 1500 مصاب وسط توقعات بحدوث موجه تسونامي جديده. دعت السلطات المواطنين الى التوخي الحذر منها، وتواصل فرق الانقاذ جهودها مستخدمه الطائرات المسيره والكلاب البوليسيه. عززت فرق الإنقاذ الإندونيسية جهودها الميدانية وواصلت الليل بالنهار بحثا عن ناجين من تسونامي إندونيسيا المفاجئ. ووسط مشهد مهيب يخيم عليه الهلع مع الحذر، ارتفعت أعداد الضحايا التي ناهزت ضحى اليوم 500 بين قتيل ومفقود وما يربو على 1500 مصاب تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية التي عجت بالجرحى. كارثة السبت غير الطبيعية غيرت مجرى الحياة الطبيعية في مدينة بانتاين المطلة على مضيق سواندا، وذلك بعد أن تسبب انفجار بركان غاضب في انهيارات أرضية بقاع البحر. قوة الأمواج المتلاحقة جرفت المنازل والبيوت وطفحت السيول المرافق السياحية والفنادق والمقاهي القريبة من شواطئ جنوب جزيرة سومطرة وجارتها جاوا التي لحقها الضرر. وهرب من الوحل لجأ العديد من السكان القاطنين على ضفاف البحر الهائج إلى قمم الجبال والمناطق المرتفعة، واتخذوا من المساجد والمدارس مأوى في انتظار تجاوز مرحلة الخطر. الآن مشاهدينا الكرام رحب بزميلي محمد والطلحة الذي سيرافقكم في الوقفة الرياضية لهذا المساء. مساء الخير زميلي محمد. مساء الخير محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة على الأصح بعد الفاصل. تشهد الجولة 11 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم إجراء مواجهة قوية بين فرق المقدمة، حيث يلتقي متصدر فريق تفرق زينة في الجولة المقبلة بفريق جاهم المناخ خامس ترتيب الدوري في مباراة يبحث فيها تفرق زينة عن 3 نقاط تبعده أكثر عن أقرب مطارديه وتعوضه خسارة نقاط الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل الإيجابي خلال قمة مواجهة الجولة الماضية أمام الغريم أفسن وديبو. وفي لقاء آخر تتشابه المهمة حين يلتقي فريق أفسن وديبو صاحب المركز الثاني بفريق الوئام المنتشي بفوزه على فريق الكدجة من الزورات خلال الجولة الماضية. اللقاء الذي سيجمع الفريقين بملعب البلدي في وديبو ستكون نتيجته مصيرية بالنسبة للبرتغالي الطامح إلى استعادة الصدارة أو تقليص الفريق مع المتصدر. قال قائد فريق ديز إن ناديه يعمل جاهدا على البقاء ضمن أندية الصفوة للموسم القادم عبر تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن الفريق يعتمد في تشكيلته للموسم الحالي على عناصر شابة. نشوفوا كاع كلاسمان نحن متالي تركيهم الحمد لله حاول جايين كاع كنا ندور لا تروبي الحمد لله جبرنا ولكن كونسنترين الماتش كونتر كيد إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله مستوى جيد جدا تركيا كاملين عدلوا كل شيء ما شاء الله ناس زرو عدلوا شيء ما شاء الله شيلا لا لا عن يوم في سنة فيديو سر مي شانجمان دي ترك كونستاتو كان فيديو سر مي ترك جداد لا ترك صغيرين خلال ديميل ديميل حاولوا نعدلوا الكيب زين ان شاء الله لكن كونتينو لا تم نقلب ان شاء الله. أكد لاعب وسط فريق الجيش لكرة القدم اللاعب بالا شريف الملقب كارلوس إن خسارة الفريق خلال الجولة 10 الماضية من الدوري جاءت بسبب أخطاء دفاعية قاتلة رغم سيطرة الفريق على مجريات اللقاء. خسرتنا بون ديجا نحن الماتش ديز غانيو جاو ديبار جابوا سيران بالون سين انترانفيسال لو غارديان لاشي البالون ماركاوه اي بي اون بوفي كنا نقدروا نوفوا ماتش بريميتا دوزيام تاج بار ديزوكاج جاما ماركينا عقبنا سير لي كونتر ماركا دوزيام بي الماتش قطعنا احنا اللي غالبين روسنا. تواصلوا في قاعة 28 نوفمبر البطولة الوطنية لجيستو بالعاصمة المنظمة من طرف الاتحاد الموريتانية
للجيستو كي توكي، وتعرف هذه البطولة مشاركة العديد من لاعبي وأندية هذه الرياضة القتالية النبيلة، ومن المقرر أن تقسم فعالية هذه البطولة في 30 من الشهر الجاري. ختاما بعد الفاصل أعود إلى محمد. شكرا زميلي طلحة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. جديد، حققت بلادنا مؤخرا نتائج إيجابية ضمن محاربتها لداء فقدان المناعة المكتسبة استداء، وذلك عبر استراتيجية تهدف إلى محاصرة هذا الداء ومن ثم القضاء عليه. وقد أشيت لهذا الغرض ضمانة تنفيذية غايتها وضع الخطط اللازمة لاكتشاف المصابين بهذا المرض والتكفل بهم، بالإضافة إلى نشر الوعي في الأوساط الاجتماعية للوقاية منه. نتابع ملفا عن هذا الموضوع من إعداد زميل محمد والطلحة. السيدا أو فقد المناعة المكتسبة أو ذاك الفيروس القادر على هدم وسائل الدفاع الذاتية في الجسم. مبكرا وعت بلادنا خطورة هذا الداء، فانتظمت ضمن الصف الأممي سبيلا للحد من انتشاره ومن ثم القضاء عليه في أفق 2030 عبر خطط واستراتيجيات كرصد وتقييم حالة انتشار هذا الوباء ودعم المصابين بهذا المرض وتوفير العلاج لهم والتكفل بهم ورعايتهم نفسيا واجتماعيا. فشكلت لذلك الغرض أمانة تنفيذية عهد إليها لوضع السياسات العامة للدولة في هذا الإطار. تقوم الأمانة التنفيذية الوطنية لمكافحة السيداء في إطار المهمات المسندة إليها ووفق مقاربة تشاركية ملتي سكتوريال بالمهام التالية: التوجيه الاستراتيجي لمكافحة فيروس ما نقص المناعة البشرية، رصد وتقييم مكافحة السيداء، والمناصرة والتحسيس والوقاية فيما يتعلق بمكافحة السيداء. ويحدد الإطار الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيداء 4 خطوط عريضة، هي تكثيف الوقاية من انتقال الفيروس والتكفل الشامل بالمصابين بهذا الوباء وحقوق الإنسان والنوع وخلق المحيط الملائم، والرابع الحكامة والشراكة ودعم النظم الصحية. عمليا تجسدت الجهود الحكومية لمحاربة هذا الداء في مركز صحي هو الأول من نوعه في البلاد، مهمته التكفل المجاني والشامل بالمتعايشين مع هذا المرض طبيا وبيولوجيا ونفسيا وحتى غذائيا، حيث يقوم هذا المركز عبر طاقم طبي متكامل بتقديم مختلف الاستشارات اللازمة للمراجعين هنا، مع توفير كافة العلاجات اللازمة عبر الأدوية التي يقدمها المركز مجانا للمرضى. كما يضم المركز أيضا مختبرا للفحص البيولوجي، حيث يرصد مختلف تحولات هذا الفيروس ومراحل انحساره في جسم المريض لتقديم العلاجات المناسبة. وتصاحب هذه الخدمات رعاية نفسية واجتماعية وغذائية خاصة بالمريض. تكفل مرضى السيداء معناها أنهم ينطالهم ياسر من المسائل، مثل دولة نطالهم هذا الدول ينقالوا دو الثلاثي لمرض السيداء، كيف تعرفوا ما ينفع فيه ما هو التشكال من الأدوية مضادة للفيروس. دونك ينطالهم الدواء الثلاثي طريقة مجانية، ينطالهم دواء الأمراض الانتهازية طريقة مجانية، هذا من الناحية العلاجية معناها ينطالهم الدواء الثلاثي وينطالهم دواء الأمراض الانتهازية. وهذه الرواية الأساسية بهم الأمراض الانتهازية هم اللي عادة يودوا لوفاة المريض. القضية الثانية تعد يكلف بهم من ناحية التغذية، اللي هون تغذية وهون تعدلهم تعاونهم مثلا في مكافحة المرض. الطريقة الثالثة عندهم اللي تكفل نفسي وسيكولوجي، ذاك التكفل اللي عندهم هون ناس متكلفين به، والمريض يقدم له هذا كامل بطريقة مجانية. المرحلة التالية قضية مدين المتابعة البيولوجية، معناها عنه خلايا المناعة اللي قالوا لي سيديكاتر يعدلهم فحص كل 6 شهر وينشاف فيهم
مفعول الدواء على المريض بالدواء ما يلا حدا لا يعطيه المريض ما يلا حدا لا يعطيه الدواء ويخليه ليه لا بده يعرف كان هذا الدواء مجدي والله ما هو مجدي معناها عندنا كل 6 شهر نعدلوا فحص نشوف فيه درجة المناعة ونشوف إطرادها ونشوف ياكل انزادت والمقصود من الدواء إياك تعود مناعة المريض ترجع لصفتها الطبيعية. وبهدف رصد الحالة العامة للفيروس في الأوساط الاجتماعية شكل إطار التعاون بين الأمانة التنفيذية لمكافحة السيدة وبرنامج الصحة الإيجابية فرصة للكشف عن هذا الفيروس لدى الحوامل والأجنة والأطفال والآباء مما شكل فرصة لشرح أهمية الكشف وضرورة زيادة الوعي حول طرق الوقاية. كما تقدم هذه المراكز أيضا خدمة الكشف الطبي مع تقديم الأدوية كل ذلك مع ضمان السرية ومجانية تلك الخدمات. نحن في هذا المركز الصحي نقوم بإجراء كافة الفحوص لصالح الحوامل لمعرفة إصابتهن أو سلامتهن من داء فقدان المناعة، وانطلاقا من ذلك نعطي لهن الأدوية بشكل مجاني ولأطفالهن المصابين، كل ذلك ضمن الشراكة بين الأمانة التنفيذية لمكافحة السيدة والبرنامج الوطني للصحة الإيجابية، وهي شراكة أسفرت عن إنشاء 7 مراكز في نواكشوط تقدم نفس الخدمات الصحية. ولتوسيع دائرة هذه الجهود الرامية إلى تضييق دائرة الإصابة بهذا المرض في أوساط المواطنين، انتهجت الأمانة التنفيذية لمكافحة السيدة نهجا لا مركزي عبر إنشاء وحدات للتكفل بالمرضى في عدد من ولايات الوطن لتقريب الخدمة من المواطن في أماكنه. هذه المصلحة أهم هي كالتالي: استقبال المريض مرحلة الأولى، تأكد من المرض وتشخيصه وإعطاء الدواء الأولي، وبعد ذلك إعطاء الدواء المستمر. هذه المصلحة توفر المريض العلاج المجاني للمرض وكذلك الفحوص الدورية. حتى عندها أجهزة ثانية أكثر تطور هي أجهزة المناعة، وأصبحت تملك كذلك المعلومات اللي عندها كاملين، المعطيات اللي عندها كاملين تدمج من خلال برنامج خاص اللوجستيال الخاص، ويعطي النتائج الشهرية للجهات المسؤولة عنها، وهي المصلحة تابعة للسكرتاريا اكزيكتيف ديليت كونتل السيدة. ومن أجل تضافر كافة الجهود في سبيل التصدي لهذا الوباء، اعتمدت الأمانة التنفيذية لمكافحة السيدة خطة تشاركية بهدف إشراك مختلف الفاعلين في المجال في حملات الإرشاد والتوعية والتحسيس لزيادة الوعي حول مخاطر هذا المرض وضرورة الكشف المبكر عنه. محاربة هذه السيدة لما عندنا أشخاص من الصبنة ونختاروا جيل الجديد الجاي ما ينصاب عن ما ينصاب ونختاروا الوحيدة وبعد مودي ما فهم تهميش الأشخاص مودي المصابين داخل النطاق الدراسي وداخل مودي المراكز الصحية. هذا الأساس مولتنا الأمانة التنفيذية ودعمتنا حتى فمن مودي تمويل الأنشطة نعدلوهم المشاريع مقرنة داخل للأشخاص المصابين اللي كيت اللي تلك الأيتام واللي الأرامل الضحايا السيدة. وذا عندنا فم واللي زيارات ميدانية نعدلوهم الأسرة للأشخاص المصابين اللي منهم عنده أسرة مهمشته والله زارك تعزر والله قافل عليه والله ما يدخل عليه والله فينا احنا ندي الأسرة هذه عدلو بها تحسيس حول المرض، نقول المرض ما يعدي المرض ما يعدي حد ما جاء ما يعدي المرض السيدة هذا ما هو هذا قاع ما هو ما تمرض هذا مرض مزمن عاد كيف مرات كاملين ولا يعدي ولا يعدي حد ما جاء ما يعدي تتوكل مع مولاه تتشرب مع مولاه كل شيء تعدل مع مولاه تسكي معها في قبة واحدة وتبادل معها اللباس وتستحم صابون وطولة كامل وتعالى احنا مصر او ناموسة ما لم اي عدوى. لقد أسفرت كل هذه الجهود عن نتائج مشجعة وأفاق مشرقة وواعدة حول إمكانية القضاء كليا على هذا المرض في المدى المتوسط. هذه الجهود مجتمعة مكنت من تقليص أو نقص عدد حاملي فيروس السيدة اللي كانت تقدره لوني سيدا البرنامج الموحد لمكافحة السيدا في الأمم المتحدة ب 16,000 حامل للفيروس سنة 2008 إلى 8,000
حامل للفيروس سنة 2018، وذلك عن طريق جهود التكفل بالمرضى، لأن العلاج يقطع طريق انتقال المرض من المصاب إلى السليم، كذلك القيام بالكشف، لأن الكشف يمكن من علاج وضع الأشخاص حاملي الفيروس تحت العلاج. أتوجه بنداء وطلب لكافة المواطنين أنهم يقبلوا على فحص السيدة، الكشف عن السيدة، لأنه فحص متوفر، وكشف هو فحص بسيط طوعي ومجاني وسري. ودعما لذلك، فقد أظهرت التقديرات الوبائية انخفاضا في نسب الإصابات في عموم السكان، حيث وصلت نسبة 0.22 بعد أن كانت في حدود 5%، وهو ما يعني نجاحا للخطط التي تم اعتمادها من طرف السلطات للقضاء على داء فقد المناعة المكتسبة. شكرا للزميل محمد والطرح الذي عد هذا الملف. بذلك تتكمل عناصر هذه النشرة التذكيري بالعناوين. الجمعية الوطنية تواصل مناقشة مشروع القانون المالية الرأسي سنة 2019. انطلاق أعمال ورشة الاستراتيجية الوطنية للكشف وعلاج الأشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسب. مبادرة منتخب أطر وجهة ولاية الأعصاب المأمورية الثالثة تنظم مهرجانا حاشدا بقصر المؤتمرات وتدعو إلى التمسك برئيس الجمهورية مرشحا لرئاسيات 2019. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت، وكذلك عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعود فألتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. لذلك من حين تحية مني ومن الفريق العامل، للقاء.